هو ده هرم ونيس. هرم ونيس؟ هو أنا ليه عمري ما سمعت عنه قبل كده يا أستاذ عصام؟ هو هرم من الأهرامات المهمة في الجيزة، بس يمكن شهرة الأهرامات التلاتة أكبر بكتير من كل الآثار اللي موجودة في نفس المنطقة، بس ده ما يقلش من أهميته خصوصا بعد الاكتشاف اللي قلت لك عليه. الملك ونيس كان آخر ملوك الأسرة الخمسة، الأسرة اللي حكمت قيمة 150 سنة، وبدأت بزواج الملكة خنتكاوس من أحد الكهنة، واللي بعدها تولى الحكم، ومن بعده أولاده لحد ما بقوا 9 ملوك، آخرهم صاحب الهرم ده. طب أنا عاوز أعرف إيه هي نصوص الأهرام دي؟ طيب سينو، ممكن بقى أنا المرة دي اللي أقوله بما إني صاحب الفكرة؟ هسمح لك بس لأن الفكرة عجبتني، اتفضل. نصوص أو متون الأهرام دي نصوص بتتناول رحلة الملك في العالم الآخر، وبعض التعاليم والوصايا عند شعب كيمت، لحد ما الملك بيوصل لمقره الأخير بناءً على المعتقدات المصرية القديمة. ياه، المصريين القدماء ما سابوش حاجة ما فكروش فيها، رغم إننا بعدهم بآلاف السنين، إلا إنهم كانوا سابقين عصرهم وليهم طرق معينة أثبتوا بيها إنهم ما كانوش مجرد ناس عادية عايشين فترة من الزمن وخلاص. لأ، دول سابوا رسالة للبشرية تعيش آلاف السنين. معاك حق يا يحيى، عشان كده احنا في الزمن بتاعنا بنقدرهم، وهتلاقي كل العالم منبهر بيهم. انا لما بسمع حد غيري بيقول معلومة ليحيى بتعصب. خلاص انا قررت اني مش هسمح لك تكمل. خلاص يا زينو، خلاص ما تتضايقش، انا خلصت يا سيدي. طب يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ندخل جوه الهرم ونخبي البردية كويس. جمال ده حلو قوي، ازاي ما دخلتش قبل كده اي هرم من جوه؟ ملوك مصر القديمه اهتموا جدا بكل تفصيله داخل اهراماتهم، اعتبروها اسرهم في الحياه التانيه. على فكره انا خليت يحيى يشوف اهرامات احلى من كده بكتير. يا سينو، خلينا ننبسط باللحظه بقى. سينو معاه حق يا يحيى، اعظم من بنوا الاهرامات كانت الاسره الرابعه، بدايه من سنفرو لحد الملك من كورع. برضو بيقول معلومات، أتمنى من كل قلبي يحيى ما يقدرش يرجع لك هنا تاني وتتحبس جوا الهرم للأبد. بقى كده يا سينو، مش عايز نرجع تاني؟ لا يا يحيى، خلاص أنا رجعت في كلامي. اديني البردية يا يحيى. يحيى خليك فاكر، أول حجر من ناحية صورة الملك اللي على يمينك، أول ما تدخل اوعى تتلخبط يا يحيى. ما تخافش يا أستاذ عصام، أنا دلوقتي لازم أرجع. ها آخر كلام، هتفضل هنا؟ إحنا بنعمل تجربة، لو نجحت يا يحيى هنغير التاريخ، بس مش على طريق الدكتور عجيب، على طريقتنا ولصالح أجيال كتير جاية.